كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد خلقه، والحمد لله رضا نفسه، والحمد لله زينة عرشه، والحمد لله مداد كلماته. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ رسالة ربه ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في دروس الفجر في هذا المسجد أيام الماضية كان الحديث عن بعض المسائل التي تتعلق بحق الجار، فأضفت إليها شيئا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحببت في هذه الجمعة أن تكون موضوع خطبتنا هذا الحق الذي أمر به ربنا وأمر به نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. وليس يخفى عنكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقبل أن أدلف إلى هذا الموضوع الذي كثرت نصوصه في سنة سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، لا بد من الإجابة عن أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: من الجار؟ والسؤال الثاني: ما حد الجوار؟ والسؤال الثالث: ما حق الجار؟ من الجار؟ الجار هو الذي يقرب بيته من بيتك، يكون بيته قريبا من بيتك، هذا هو الجار الذي أمر ربنا سبحانه وتعالى بأن نحسن إليه. حد الجوار لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وردت بعض الأحاديث لكنها متكلم في أسانيدها، لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد حديث صحيح في ذلك عن سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه.
وما كان هذا شأنه، فلا بد أن نقيده وأن نعرفه بالعرف، فإن العادة والعرف محكم ها هنا. فكل من كان جارا في عرف الناس فإنه جار في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حد الجوار. وأما حقه فإن حقه قائم على شيئين: الشيء الأول أن تبذل إليه الإحسان، أن تصله بمعروفك بخيرك، والحق الثاني أن تكف الأذية عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أوضح نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. أمر ربنا سبحانه وتعالى بمراعاة هذا الحق في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. من هؤلاء الثلاثة؟ والجار ذي القربى الذي يقرب بيته من بيتك، يكون بيته ملاصقا لدارك، الجار القريب. والجار الجنب يعني الذي يبعد داره عن دارك. والصاحب بالجنب الذي يكون مرافقا لك في حضر أو في سفر. هؤلاء أوصى ربنا سبحانه وتعالى، عاهد ربنا إلينا بأن نحسن إليهم. الإحسان إليهم من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما أوضح ربنا في هذه الآية: هذا أمر أخذه الله سبحانه وتعالى علينا. وأكد على هذا الحق سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه: من من المسلمين لا يحفظ حديث الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كرر جبرائيل عليه سلام الله الوصية لسيد الأولين والآخرين بهذا الحق، حتى غلب على ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له في الميراث نصيبا. هذا معنى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد وردت رواية في مسند الإمام أحمد أن أنصاريا طلب نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ يبحث عنه، فوافى نبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده. هذا الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، قال: فرأيت معه رجلا فوقف بعيدا حتى يفرغ هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقف معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفقت عليه من طول ما وقف معه. وقف معه مدة طويلة عليه الصلاة والسلام حتى شعر بالشفقة حيال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول ما وقف مع هذا الرجل، مع السائل. فلما ولى جاءه هذا الأنصاري وقال: يا رسول الله، لقد أشفقت عليك من طول ما وقفت مع هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل. أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. ثم سأله وقال له: أتدري ماذا كان يقول؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ما زال في هذه المدة التي كان يقف فيها معي، وهي مدة طويلة، الصحابي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طولها، ماذا كان جبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كلها؟
قال ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأوصى جبرائيل نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بهذا الحق، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق أصحابه من أول الأمر في صدر الإسلام الأول، أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إحسان إلى الجيران، إحسان الجوار. لما هاجرت مهاجرة الحبشة وبعثت قريش عمرو بن العاص، وكان وقتها على الإشراق، لما قابل النجاشية وواشى بهؤلاء الصحابة، وجمع النجاشي عمرا بهؤلاء الصحابة الذين هاجروا، وقدموا جعفرا ليتولى محاورته، فقال عمرو للنجاشي ادفع اعتنا او رد معنا هؤلاء، فإن هؤلاء قد جاءوا بدين جديد. قال النجاشي والله لا أفعل. لماذا؟ قال والله لا أخون قوما جاوروني، صاروا من جيراني، فكيف أعطيكم إياهم؟ والله لا أصنع. ولما سأل النجاشي جعفرا بأي شيء جاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا بصلة الأرحام والإحسان إلى الجوار. من أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الإنسان إلى جيرانه، كما قال جعفر رضي الله عنه وأرضاه. جاء عبد الله بن عمر بشاة فذبحت في بيته، وكان لابن عمر، كان له جار يهودي، فلما جاء إلى أهل بيته قال لهم، يسألهم: أعطيتم جارنا اليهودي؟ أعطيتم جارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يدل على أن للجار حقا في الإسلام ولو كان الجار كافرا. وعند أحمد زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي وعرض الإسلام عليه، فنظر الشاب إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم. فلما قال جاره يهودي الذي زاره في بيته، لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاضت روحه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالاستحسان إلى الجار ولو كان الجار كافرا، هذا مما ندب إليه سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، ندب إلى ذلك، رغبنا في ذلك في كثير من أحاديثه. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أمارات الإيمان وعلاماته وشعبه وخصاله أن يحسن الإنسان إلى جاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يحسن إلى جيرانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وهذا لفظ مسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه، وفي رواية ثابتة: حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وفي رواية: حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يحب الخير لجيرانه
كما ثبت في هذا الحديث. بين عليه الصلاة والسلام أن الرتب العالية عند الله إنما تنال بالإحسان إلى الجيران. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إذا تجاور رجلان وكان كل واحد منهما يحسن إلى صاحبه فإن خيرهما عند الله أعظمهما إحسانا، كما قضى بذلك سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يحبهم الله الذي يصبر على أذية الجار. إذا كان جارك يؤذيك فصبرك على أذيته من الخصال التي يبلغ بها الإنسان، ينال بها الإنسان محبة ربه عز وجل. في مسند أحمد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ومن أحبه الله فقد أمسك بالخير من ناصيته. أولهم قال عليه الصلاة والسلام: رجل لقي العدو فقاتل حتى قتل، استشهد في سبيل الله، هذا هو الأول الذي يحبه الله. والثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل كان مع قوم في سفر فأدركهم النعاس فنزلوا منزلا فقام إلى وضوئه وصلاته قبل أن ينام، أن يستسلم للنوم، أو ترى وصلى ما شاء له ربه أن يصلي، هذا يحبه الله. ورجل ثالث كان له جار يؤذيه لم يسلم من أذية جيرانه، قال: فصبر على أذيتهم، لم يرد الإساءة بمثلها، لم يسئ إليهم، صبر واحتسب صبره على أذيتهم عند ربه فنال محبة الله بذلك. ورجل كان له جار يؤذيه فصبر عليه، أولئك الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإحسان إلى جيراننا مجلبة لمغفرة الله. من أسباب مغفرة الله لذنوبنا أن نحسن جوار من جاورنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة من جيرانه، يعني بأنه كان صالحا، بأنه كان على خير، يشهد له ثلاثة من جيرانه بعد موته إلا قال الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا قال الله عز وجل: قد غفرت له ما لا تعلمون، قد قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون. الإحسان إلى الجيران بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبيل يفضي بالعبد إلى دار الكرامة من موجبات الجنة. وليس خافيا عنكم حديث المرأتين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، سئل عن امرأة كانت تكثر من الصلاة ومن الصيام ولكنها تسيء إلى جيرانها، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في النار، لم تنتفع بصلاتها، لم ينفعها صومها، تكثر من الصيام، تصوم رمضان وما شاء الله لها أن تصوم في أثناء العام، تصلي وتتقرب إلى الصلاة إلى ربها بالصلاة كثيرا، لها كثير من النوافل تقوم بها. سئل عنها نبينا عليه الصلاة والسلام قال: هي في النار، لم تشفع لها صلاتها ولم يشفع لها صومها. وامرأة أخرى كانت تؤدي فرائض الله عليها لا تزيد على الفرائض شيئا، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكنها تحسن إلى جيرانها،
فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة بسبب إحسانها إلى جيرانها. قال: هي في الجنة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته كثيرا في كثير من أحاديثه من إساءة الجوار، فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤذي جيرانه لا إيمان له، لا إيمان معه، لا إيمان عنده. قال عليه الصلاة والسلام وأقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا يؤمن، وهو الصادق من غير ما إقسام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها نبينا صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال الصحابة: من يا نبي الله، من هذا الذي نفيت الإيمان عنه؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شره، الذي لا يأمن آثامه، ليس بمؤمن عند الله، كما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيد الأولين والآخرين كان يستعيذ بالله من جار السوء، السيء الجار الذي يسيء إلى جيرانه، هذا استعاذ منه سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. في الأدب المفرد للإمام البخاري كان من دعاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، الجار الذي تسكن جواره في سفرك هذا تنتقل منه سريعا، أما جار الموطن الذي تستقر فيه هذا تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان سيئا يسيء جوار من جاوره استعاذ منه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والتسليم. لقد آذى جار جاره في زمان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أذية جاره. قال: يا نبي الله، إن جاري يصنع بي كذا وكذا. قال: فأخرج متاعك من بيتك. فأخرج متاعه، فأخذ الناس يسألونه: لماذا أخرجت المتاع من بيتك؟ قال: لأن جاري يؤذيني، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصنع ذلك. فأخذ الناس يلعنونه، هذا الذي يسيء إلى جاره أخذ الناس يلعنونه، فذهب هذا الجار المسيء السيء ذهب إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبي الله، إن الناس يلعنونني. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك الله قبلهم، لقد لعنك الله قبلهم، والعياذ بالله. فالأذية، أذية الجار، إساءة الجوار من أسباب لعن الله للعبد، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الذنب في حق الجار يكون مضاعفاً كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم: خرج يوماً على أصحابه فوجدهم مجتمعين فسألهم، قال لهم: ما تقولون في الزنا، جريمة الزنا ما تقولون فيها؟ قالوا: يا نبي الله، حرام، حرمها الله إلى يوم القيامة. قال: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة لهو أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. قال لهم: وما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يسرق أحدكم من عشر بيوت، من عشرة بيوت، لهو أيسر عند الله من أن يسرق من جاره. فالذنب مع الجار يكون مضاعفا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يسيئون إلى جيرانهم، فليحذروا من هذا الحديث
مشهد من مشاهد الآخرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع في يوم العرض على الله. قال عليه الصلاة والسلام: كم من جار في يوم القيامة يتعلق برقبة جاره، كم من جار في يوم القيامة يتعلق برقبة جاره يقول لربه: يا ربي سل هذا، سل هذا الذي أغلق بابه دوني ومنعني من فضله، سله لما صنع ذلك. أسأل الله أن يبصرنا بسنة نبينا، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه، ونفعنا بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. قولوا ما تسمعون، واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، استغفروه إنه غفور رحيم. بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلمات كالضياء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن أختم ببعض الأحاديث التي أوضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم صوراً من صور الإحسان إلى الجار، أنقل هذا الكلام للإمام الغزالي عليه رحمة الله، قاله في إحياء علوم الدين. قال: جملة حق الجار بدءه بالسلام. إذا لقيت جارك فلا تنتظر أن يبدأك بالسلام، سارع إلى ذلك. هذا من الإحسان الذي افترضه ربك عليك. قال: بدءه بالسلام، وأن لا يطيل معه الكلام، يعني إذا كان مشغولا بشيء ألا يحبسه بكلامه، وأن لا يكثر من سؤاله، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، يقوم على خدمة الناس معه، لا يكون كالضيف يجلس عنده، إنما يقوم على شؤون الخدمة كما يفعل هو بأضيافه، ويهنئه في الفرح، ويظهر الفرح إذا جاءه ما يسره، إذا رآه فرحا فينبغي أن يشاركه هذه الفرح. قال: ويصفح عن زلاته، يتجاوز عنه، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه. وبعض الناس يذهب بالقاذورات والأوساخ إلى ينزه عنها بيته ويضع ذلك أمام بيت جاره والعياذ بالله. قال: ويستر ما ينكشف له من عوراته، ويعينه إذا نابته نائبة. إذا جاءك يطلب دينا فلا ترده، ولو ألجئت إلى أن تستدين من غيرك لتحسن إلى جارك. قال: ويعينه إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته. إذا غاب ينبغي أن تتعاهد بيته بالرعاية. ولا يسمع عليه كلاما، لا يسمح لأحد أن يغتابه، لا يسمع عليه كلاما، ويغض بصره عن حرمته، أن ترى. قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، المسلمون أولى بهذا الخلق. قال: ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده، فإن الإحسان إلى ولده إحسان إليه، والإساءة إلى ولده وأطفاله إساءة إليه، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الإنسان إلى جاره. من صور ذلك
أن تحب له الخير، كما مر معنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال خمس كلمات من يعمل بهن أو يبلغها من يعمل بها، فقام أبو هريرة، والحديث رواه الترمذي في جامعه، قال أنا يا رسول الله أنا أعمل بهذه الكلمات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتق المحارم، أول كلمة اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، قال وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الإحسان تهدي إليه من طعامك، قال أبو ذر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنعت مرقة، إذا طبخت مرقة، أن أكثر ماءها وأن أتعاهد جيراني أن يتعاهدهم بطعامي. هذا من الإحسان إليهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ولو ظلف شاة، حتى لو كان الطعام يسيرا ولو كانت الهدية قليلة، فلا ينبغي للإنسان أن يستحقر ذلك، أن يبذل ذلك لجيرانه، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال أختم به، من أولى الجيران بالإحسان؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري أولى جيرانك بإحسانك الحافظان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، فإنه قد ثبت أن السيئة تدخل السرور عليهما وأن المعصية تحزنهما، فالإحسان إليهما بأن يعمل الإنسان بطاعة الله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من خير الإحسان للجيران، من خير أهل الإحسان للجيران، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم عليك ببشار وشيعته، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك ببشار وشبيحته، اللهم عليك بإيران وروسيا، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في العراق، اللهم انصر عبادك المجاهدين في بورما، اللهم رحماك بالمستضعفين في إفريقيا الوسطى، اللهم أصلح حال إخواننا في إثيوبيا وفي إريتريا وفي الصومال وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن. اللهم إنا نسألك أن تمكن فيها لأهل السنة يا ربنا،
اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم من سعى في أمر هذا المسجد بخير فاجمع له بين حسنتي الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه عليكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء.